نجوم النادي الاهلي فعلا نجوم على حق فعلا، وادوا على باقتدار المباراه للكابتن، يحسب للجهاز الفني ويحسب للعيبه بصراحه النهارده. كابتن يمكن في لعيب دايما. طيب استاذنك كابتن وليد قبل ما اجي لحضرتك، اروح لكابتن سيد حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد مبروك، نقطه مهمه في مشوار الصعود لدور الثمانيه، اعتقد مباراه رائعه اديتوها النهارده، مبروك كابتن سيد. الله يبارك فيك. الحمد لله طبعا، وسلام كابتن وليد وكابتن ربيع. كابتن سمير كمونه معانا كمان يا كابتن سيد. كابتن سمير كمونه كمان موجود في الاستوديو معانا، بيسلم على حضرتك. مبروك كابتن سيد، الف مبروك. كنت طيارات النهارده ما شاء الله. مبروك يا كابتن. الحمد لله طبعا. لا لا الحمد لله طبعا، الحته دي بالتاكيد كان مهم قوي جدا، الناس كلها عارفاها. كان الانفوس امكاننا، وكانت فرص كثيره ضاعت مننا، اجاي والاستجمام من اكثر الحاجات. لكن برضه المباراه الاولى اللي في مصر ضيعنا لو تتذكروا، لكن هي دي حل فرصه القادمه الحمد لله طبعا. على الاداء النهارده كان الى حد كبير جدا 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 كويس. يعني بغض النظر عن اي حاجه، احنا محتاجين نكسب المباراه اللي جايه، هتكون بدون اي بكل اي حسابات، حتى لو 0 2 1 3 2 4 3 اي مكسب انت دخلت، انت بتحقق الهدف الاهم في المجموعات اللي هو الوصول للدور اللي بعده. بعد كده بقى يبقى كل حاجه لها تاثيرات، لكن بشكر اللعيبه النهارده على روحهم وطرهم، حتى لو كانوا ربطوا الفوز حتى لحد اخر ثانيه. صحيح كابتن سيد، يمكن اهم ما عشان انت توصل للهدف اللي انت عايزه هو تحضيرك للمباراه كابتن حسام، ويمكن الجهاز الفني بالكامل اكيد، سواء بقى اداريا فنيا يعني نفسيا، انتوا تعاملتوا مع هذه المباراه بشكل مختلف، لان فعلا دي عنق زجاجه او نقطه كانت مهمه جدا في مشوارنا ان شاء الله للصعود لدور الثمانيه. طبعا خساره مباراه النهارده هتخليك تقعد تتفرج على اربع لقاءات جايه، يعني او تنتظر اربع لقاءات جايه، مباراه الوداد مع الكوت ديفوار اللي قربت يخلص الشوط الاول، ومباراه زناك مع او ثلاث مباريات، ومباراه زناك مع الوداد، ومباراه مع الكوت. صحيح. لكن انت النهارده بتحضيرك ما بين ايديك، هو ما بين ايديك انت، وليك علاقه بقى بالفرقه الثانيه هتعمل ايه؟ يعني ممكن تساعدك نتائج وانت تطلع اول تمام؟ او تطلع تحقق الهدف الثاني، تطلع بدور الثمانيه بغض النظر عن المركز الاول او الثاني، لكن في النهايه الموضوع بقى في ايه؟ لكن خسارتك لا قدر الله كانت هتوصلك لحسبه انت في غنى عنها خالص. فالحمد لله طبعا على كل شيء، يعني خلينا نستعد للمباراه اللي جايه بشكل كويس يا رب. يعني القطن الكاميروني بكل ما فيه ده، عدم اهداف ليه او جواب عليه ممكن تديله راحه نفسيه في التعامل مع اللقاء. فان شاء الله احنا باذن الله احنا مش محتاجين بتشد ولا حاجه، لكن محتاجين مؤازره جماهيريه، نتمنى يبقى في عدد الجمهور. صحيح. اكبر ان شاء الله باذن الله نحقق هدفنا في الوصول ان شاء الله الرحمن، ورقه بقى سواء في المركز الاول او الثاني ان شاء الله. كابتن سيد يعني طمنا على حمودي. طيب حمودي يعني بدا كويس جدا طبعا زي ما قلتوا، لكن حس بعضله الضم، يعني فخرج على طول، يعني لكن في النهايه ان شاء الله الرحمن هنتعامل مع الموقف يعني. وربنا يعدي بخير، ما تبقاش حاجه كبيره يعني الفتره دي. طيب اخينا كابتن سيد، مباراه المصري الجهاز الفني وحضرتك طلبتوا التاجيل فعلا ولا ما حصلش كده؟ لا مش ما حصلش، ده منطق غريب جدا، يعني غريب جدا في حال الكوره، يعني بيبقى عندي فرصه ان انا اقعد اربع ايام والعب مباراه ثانيه تمام، ياجل لي المباراه بداعي ارهاق، وبعد كده يحط لك مباراه بعديها ب 42 82 ساعه، يعني انهي منطق ده؟ هو الايام بتختلف، يعني الاسبوع اللي فات كان عندي مباراه يوم 27 وبعدين هلعب مع زيزو يوم واحد، انا ما طلبتش التأجيل عشان بس ما حدش يقول لك احنا عملنا ايه، احنا مش احنا اللي طلبنا التأجيل خالص. اطلاقا اطلاقا مش احنا اللي قلنا، بالعكس احنا كلمنا الحاج عامر حسين وانا قلت له خلي مباراه النصر يقدمها ساعه بس كده، قدمها ساعه بدل ما تبقى سبعه تبقى الساعه 6 عشان نطلع من السريع على المطار، وبعنا ان بيقولوا لا يعني ممكن المباراه تتأجل. طيب خلاص طالما انتوا بتطلبوا انها تتأجل مش احنا اللي طلبنا. بعد كده ما تقولش الاتحاد الفرح بعد جواب يوم اربعه، انهي عقل انهي ده، انت لو جبت برشلونه عملت لهم ماتش مع ريال مدريد وتقول لهم تعالوا فجر يوم ثلاثه عشان تكسبوا اسكندريه وتلعبوا يوم اربعه وبعدين عندكم ماتش شبه فاينل مع الفوز الكاميروني، مش كل واحد يعني قاعد حاطط في مزاجه يحط ايام كده، لا الكلام ده هيبقى صعب. صعبه طبعا، صعب جدا جدا جدا، يعني انت المفروض بتلزمني او بتساعدني او بتعمل لي سبل للراحه، مش قرارات قرارات قرارات. وبعدين المنطق بيقول كده يا كابتن فاروق، المنطق بيقول كده، انا كانت عندي مباراه بعد اربع ايام قلت لي لا عشان ما يبقاش فيها ارهاق اجلها، طب انا عندي مباراه بعد
بعد انا جاي فجر 3 تلعبني مباراه يوم 4 صعب قوي يعني العب مباراه يوم 4 ده شيء صعب جدا يعني انا هوصل الفرقه هتوصل يوم الجمعه 7 صح تمام يوم الاثنين الفجر يوم الاثنين انت حاطط لي ماتش يوم 3 وماتش القطن امتى يا كابتن الماتش بعديها بقد ايه القطن 7 يوم 7 ماتش الوقت يوم 8 8 ده يوم سبت يلعب باب الصف الثاني ماتش طب يعني كده يعني كده ممكن يتاجل 24 ساعه يعني ممكن المصري يتلعب يوم 5 يبقى معاه طبعا يا عم تلعب 11 يا كابتن وليد تلعب 12 يبقى خلاص الموضوع الافريقي انتهى بعد خالص اصل هو عنده بعد صح ضغطه فعلا صح لان المصري صعب جدا المصري عنده بعد كده المباراه الاخيره يوم 16 صح طب خلاص ما تلعب ما تعدي مع المصري 11 ولا 12 تلعب مع المصري 11 ولا 12 مفيش مشكله يعني الموضوع يعني انا مش قادر افهمه يعني هو سهل وبسيط لكن هي لا بالراحه بس بالراحه انت بدات قلت لي لا ما تلعبش عندك بعد 4 ايام مباراه مع زمالك تمام اجي يوم 3 الفجر فجر اسكندريه يعني انهي منطق وبعدين ده صعب جدا ماتش المصري مش احنا مش هنقول للفرق مش هنقول للمصري تعالى العب في القاهره او اللاعبين في حته ثانيه الظروف كل الناس عارفاها المصري بيلعب في اسكندريه فحتميا لازم اسافر اسكندريه صحيح هل يعقل ان في فرقه ترجع تيك الباك تسافر الثاني يوم الصبح الساعه 9 ولا 10 على اسكندريه وبعدين تلعب مباراه وبعدين ترجع يا كابتن وليد يا كابتن رامي يومين وترجع تاني وبعدين تقعد القاهره ترجع برج العرب على اسكندريه للمباراه القطن صعب جدا برج العرب ايه ده؟ ايه ده؟ انا ما شفتش كده خالص يعني المفروض هو ان احنا نقول ايه امين يعني نقول خلاص اللي انت عايزه لا ما ينفعش ابدا يعني الراحه بقى ومدير حد متضايق ولا متنرفز ولا مش لا هو العقل بيقول كده يا كابتن سيد العقل اللي انت بتقول اللي انت بتتكلم فيه هو العقل بيقول كده الطبيعي يعني اطلع فهموني تاجلت لي مباراه المصري قبلها باربع ايام ليه؟ تمام؟ اثنين يعني طب انت لما خفت عليك ارهاقي انا والفرقه بتاعت افريقيا اولا انت ما خفتش عليا انا ما خفتش عليا انت خفت على حد تاني تمام؟ خلاص؟ لكن دلوقتي انت خفت على الفرقه الافريقيه اللي بتشارك في افريقيا من الارهاق تمام؟ هم لعيبهم ثاني يوم اول ما يوصلوا صح صح كلامك مظبوط يا كابتن العقل بيقول ما ينفعش اصلا التعامل ده انت جاي 12 ساعه سفر تقريبا تطلع بيها على اسكندريه وتلعب مباراه امام المصري وهتبقى مباراه صعبه مش سهله برضو يا كابتن ده احنا هنتحرك بكره الساعه 1 وهنوصل بالليل الساعه 2 يعني انت عندك 12 او 13 ساعه طيران اسافر اسكندريه امتى؟ والعب مباراه المصري امتى؟ تمام لازم تطلع من بره يا كابتن سعيد لازم يطلع على اسكندريه على طول طب ما خلص من 4 ايام قبل ما تسافر فكر تطلع على اسكندريه على طول يا كابتن سعيد بجد فكر تطلع على اسكندريه على طول على طول الطيران نفسها لا لا يعني اول ما يوصل القاهره يطلع لا مش شرط طياره طب ما هو كابتن سيد بيتكلم في الجزئيه دي بس ده ارهاق على اللاعبين بس انت احسن ما اللعيبه ترجع بيوتها وتصحى تاني يوم فتاخدهم وتسافر يعني يا وليد انت بتحلي ليه؟ يعني انت بتحلي الموضوع ليه؟ يعني انا بحلي الموضوع ليه؟ انا من ذنبي انا قلت لك قاتل لي ماتش الموضوع صعب يعني هو خد انا كنت هلعب 27 هو كان هيلعب كابتن سيد من بدري انا شايف ان الحل الامثل ان هلعب 27-1 يعني برضه في حل تاني ان ممكن لو الحاج عامر مصمم او اتحاد الكره مصمم ان المباراه دي تتلعب الاسبوع ده تتاخر 24 ساعه يتلعب يوم 5 بدل يوم 4 انت تيجي ولعب 8 ما انت في كل الاحوال بقى هتلعب في كل الاحوال هتلعب بالفريق الاحتياطي الفريق الاحتياطي انا هلعب 5 والعب 8 مباراه فاينل مع الكوره ما انت في كل الاحوال هتلعب بالفريق الاحتياطي بقالنا 100 سنه لا هو العقل يا كابتن سيد العقل اللي انت قلته جزئيه ان ما دام خلاص الماتش والدوري حسم بشكل كبير ان انا اجل مباراه المصري لما بعد مباراه القطن 12 بقى اللي بتاع واضغط بعد مباراه القطن مظبوط بعد مباراه القطن حضرتك عندك يبقى عندك مساحه من الوقت ده انسب حاجه فعلا من يوم 8 ليوم 17 وعندك مباراتين في الدوري وممكن تاخد مباراه في الكاس عندك مساحه ان انت تلعب كده ممكن تاخد مباراه في الكاس ماشي لكن دلوقتي اضغط نفسي من المباراه دي يعني ايه الداعي عمرك لو جبت يعني حسابات الدنيا كلها عمرك ما هتخلص الدوري والكاس قبل يوم 17 مستحيل طب يبقى خلاص ساعد الناس صحيح طيب مش انا بس الاهلي والزمالك يعني لو حاطط الزمالك يوم 6 يعني الزمالك هيلعب يوم 6 وهيلعب يوم 9
وعنده مباراه برضه قريبه من ظروفنا. يعني انت بتساعد الفرق. انت كلام يعني انت بتتكلم لكل الفرق الافريقيه كابتن المشاركه سواء بقى اهلي وزمالك، كنت بتتكلم في الجزئيه دي ودي حاجه مهمه جدا. اضغط ما بعد ما يعني خلاص يخلصوا ويفنشوا جزء مشوارهم في الجزء الاولاني في بطوله افريقيا، وبعد كده اتعامل مع بطوله الدوري، هساعدهم حتى على الاقل يعني ساعدهم. طيب كابتن سيد يعني طمني يعني ما بعد ما ان شاء الله يعني هل في هيبقى معسكر لمباراه القطن الكاميروني في برج العرب، ولا يعني على حسب بقى موضوع التاجيل ده مباراه المصري هل تتاجل ولا مش هتتاجل؟ والله احنا نوصل بس للسلامه يا كابتن كابتن فاروق، بعد كده هنشوف حساباتنا ايه. المفروض انت بتطلع قبل المباراه 48 ساعه، مظبوط، تحضيراتك كلها تجهيزاتك كلها، يعني اللعيبه عارفه كويس قوي اهميه المباراه ديت اللي جايه. طب طب اهميه المرحله اللي احنا فيها، فبالتالي لازم تعدلها. مش يعني انا بطلب بس ما يبقاش فيها نوع من التشتيت الذهن، العب ولا ما العبش، العب ولا ما العبش، العب ولا ما العبش. المفروض ان احنا بنساعد الانديه بتاعتنا يا جماعه، بنساعد الانديه بتاعتنا، تمام؟ وانا معاك سنه والله، يعني احنا اللي عملنا كده، احنا اللي عملنا كده في الاول. الاتحاد هو اللي اجل المباراه نفسها دوري، ولا احنا ولا حتى التاجيلات اللي قبل كده كنا احنا السبب فيها. يعني الدوري اتاجل كتير قوي قبل كده، مش احنا السبب، يعني مش احنا السبب. ما طلبناش مره ان احنا يتاجل لنا ماتشاتنا خالص. كابتن سيد توصلوا بالسلامه، وان شاء الله يعني اكيد اتحاد الكره هيبقى متفاهم حاجه زي كده، ويعني الموضوع سهل وبسيط وبالعقل. بشكرك كابتن سيد حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، مبروك، نقطه مهمه جدا في مشوار بطوله افريقيا ودور 16 بشكل كبير، ويمكن زي ما